مشاهدينا الكرام، للمزيد ينضم إلينا الدكتور عبد الرحيم المنار السليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني. دكتور منار السليمي، أهلا بك. أهلا وسهلا بك. إذن وزير الخارجية المغربي في افتتاح هذا الحوار الليبي قال بوضوح أن المغرب ليس له من أجندة إلى الأجندة الليبية، لا مقترح إلا ما يتوافق عليه الليبيون. هل من شأن هذا الموقف المغربي لنقل الجامع المتجرد إزاء الأطراف أن يساعد فرقاء الأزمة على التقارب، على تجاوز الاصطفافات؟ دعني أولا أوضح بأن اللقاء في بوزنيقة يحمل على الأقل أربعة رسائل. هناك أولا قدرة دبلوماسية المغربية على إقناع الليبيين في طبرق وطرابلس على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد خمس سنوات على اتفاق الصيرات في ظرف جيوسياسي صعب. الليبيون، وهذه نقطة ثانية، يعودون إلى التفاوض في المغرب بعد تسع لقاءات ومبادرات منذ سنة 2015. لماذا؟ لأن المرجعية الوحيدة التي حافظت على الدولة الليبية والمؤسسات الليبية أنجزت في الصخيرات بالمغرب. نقطة ثالثة، مفاوضات بوزنيقة هي برؤية أممية ومساعي حميدة سلمية قام بها المغرب للوصول إلى حل سلمي ليبي كما قال وزير الخارجية المغربي. المغرب هنا يقوم بتسهيل المفاوضات لوصول الليبيين أولا إلى تثبيت وقف إطلاق النار، ثانيا إلى الحفاظ على وحدة الدولة الليبية، ثالثا تجديد وتوحيد المؤسسات، رابعا الحفاظ على الثروات الليبية. هذا هو الاتجاه أو الرؤية التي يسعى إليها المغرب الذي جعل من هذا اللقاء ليبي. نقطة رابعة، وهو أن لقاء يوم أمس أربع ساعات تبين اليوم لقاء ثاني أن هناك الكثير من التفاؤل، هناك تقدم للمشاورات، هناك بداية بناء وتوحيد تمثيلية الشعب الليبي من جديد في الشرق والغرب. نحن بذلك أمام إنجاز دبلوماسي مغربي، أمام ديناميكية دبلوماسية مغربية تقوم على الهدوء، على الحياد بين الأطراف المتصارعة. طيب. وعلى الواقعية كما قال وزير الخارجية المغربي في قراءة السياق الدولي وعلى مقدورات في إقناع الليبيين بالحوار الليبي بعيدا عن أي أجندة أو عن تدخلات طيب. خارجية. دكتور منار سليمي، نحن في اليوم الثاني من هذا الحوار، هل هناك مؤشرات على حدوث اختراقات في المواقف؟ الذي تابع اللقاءات السابقة، أتحدث عن تسع لقاءات، كثيرا ما كانت تنتهي في اليوم الأول. نحن أمام مؤشر إيجابي كبير جدا يدفع نحو الكثير من التفاؤل، ونقول بأن الانطلاقة بدأت. لماذا؟ لأن هناك اليوم اللقاء الثاني بعد أربع ساعات يتبين بأن هناك فعلا تحول دبلوماسي كبير، وأن الليبيون اليوم هم بدأوا المشاورات والتفاوض من جديد. هذا يذكرنا بما كان في سنة 2015 في اللحظة الأولى التي التقت فيها الأطراف في الصخيرات. إذن هناك اختراق في هذه العملية إيجابي، بمعنى أنه وصول إلى توحيد الليبيين والجلوس إلى طاولة المفاوضات، هذا يمكن أن نعتبره بأنه نجاح ومكتسب كبير. كثيرا قلت بأنه في لقاءات سابقة لم يكن يتجاوز لقاء يوم واحد. لاحظنا هنا أولا، أعود إلى لقاء الذي كان وإن كان بطريقة أحادية الجانب مع كل طرف اللي كان قبل أزيد من شهر، هذا اللقاء الثاني هو المنطلق، ولكن فيه نجاح كبير للدبلوماسية المغربية ونجاح للليبيين الذين يتفاوضون مع الليبيين، لأن المفاوضات ليبية. شكرا جزيلا لكم الدكتور عبد الرحيم المنار السليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، على كل هذه التوضيحات.